طبعا حتى التقسيم اللي هو مكون مدني ومكون عسكري، هذا تقسيم يعني إعلامي. عبثي لا ينبغي أن يكون، ما دمنا نحن يعني كلنا نأمل في أن ننهض بالسودان، معنى كده أن كلنا في مركب واحد. ولكن الفكرة الأساسية أن يكون في إرادة سياسية حقيقية، إرادة سياسية تحقق ما ينادي به الشارع. الشارع ينادي بكلمة واحدة، كلمة واحدة مدنية، يعني ما يعني لا أكثر ولا أقل، أن يكون هناك حكم مدني يقود البلاد. لأن جربنا النظم العسكرية طوال يعني سنوات عديدة أكلت يعني أكثر من ثلاث أرباع عمر السودان في فترة الاستقلال، ولكن لم نجني غير هذا الوضع المزري الذي نتحدث عنه. ولهذا يعني نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، نحتاج إلى قوى سياسية تفكر خارج الصندوق. حتى قوانا السياسية للأسف الشديد الآن يعني تتخبط كثيرا في ترجمة ما يريده الشارع.